أوسكار وايلد. لم تخلو كذلك حياة أوسكار وايلد من الغرابة والخروج عن المألوف، الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر، حيث عاش وأبدع أهم أعماله المسرحية ورواياته ومقالاته الصحفية. تلقى وايلد تربية جيدة وعاش وسط جو عائلي ثقافي واجتماعي، حيث والدته تكتب الشعر ومربيته تتكلم الفرنسية والألمانية. لهذا كان دخوله الجامعة شابا مثقفا واثقا من نفسه، متحررا من قيود العصر الفيكتوري الذي يعيش وسطه. كان لوايلد شعر طويل مهمل ومفرود أغلب الوقت، وكان يزين غرفته بريش الطاووس والزنادقة ودوار الشمس والزهور الصينية الزرقاء والتحف الفنية، وكان يحب الظهور بمظهر الخامل المتبطل الذي يطلق الفكاهات اللاذعة ويرتدي الملابس الزاهية ويدير حوارات لامعة، رغم أنه في حقيقة الأمر كان يعمل بجد ومثابرة. فقد أصبح أبا ومحررا وكاتبا غزير الإنتاج وهو لم يتجاوز 30 من عمره بعد. ولأنه يحب كل غريب ومميز، فقد أثارت الطقوس الماسونية ولباس أعضائها وسريتها فضوله، فقرر الالتحاق بالمحفل الماسوني في إكسفورد، وتم ترقيته لماسوني خبيرا. لم يكتفي بالنصوص المقررة في الجامعة، بل عمل على تطوير ذاته وتكوين أسطورته ككاتب، لدرجة أن أحد أساتذته ورغم تباهيه بمعرفة وايلد، إلا أنه اعتبر لاحقا وصمة عار في مسيرته التعليمية. كان وايلد طالبا متميزا أكبر الأساتذة على الاعتراف به، وعندما تخرج بمرتبة الشرف الأولى كتب إلى صديقه ساخرا: تحير النبلاء وعجزوا عن الكلام، فالولد السيء قد قام بأداء جيد في النهاية. تزوج من كونستانس لويد، ابنه لويد وارث أحد مستشاري الملكة الأثرياء، ورزق منها بطفلين. قتل إحداهما على يد قناص ألماني في الحرب العالمية الأولى. كان زواجه قد بدأ في الانهيار عندما تعرف على أصدقائه المثاليين، الأمر الذي أخضعه للمحاكمة 3 مرات، حيث أفرج عنه في أول محاكمتين، ولكنه في المرة الثالثة سجن لعامين مع الأشغال الشاقة بعد أن خسر ثروته في المرافعات وانفصلت عنه زوجته وحرمته من رؤية أولاده. خرج من السجن منهزما كثيرا، مريضا مفلسا. رفض الكتابة بعد خروجه قائلا: يمكنني الكتابة ولكني فقدت بهجتها. عاش 3 سنوات في المنفى ليصاب بالتهاب السحايا الدماغي، ويموت عن عمر لا يتجاوز 46 عاما بعد حياة زاخرة بالأحداث والإنتاج الأدبي رغم قصرها.